مساء الخير، بداية نشرتنا مع العناوين. لبنان وقبرص، العلاقة تحت الأضواء غداة كلمة نصر الله. وزير الخارجية القبرصي لنظيره اللبناني: نأمل أن نكون جزءا من الحل للمشكلة. هوكشتاين نقل سلبيات متبادلة، فماذا في خطوته التالية؟ باسيل: التيار يعمل لإبعاد الحرب عن لبنان وتحييده عنها. الثامنة إلا ربعا بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تنشر لاحقا مع سائر أخبارنا عبر موقع otv.com.lb وقناة OTV على يوتيوب وحساباتنا على مواقع التواصل، وتنقلها مباشرة صوت المدى. لبنان في قلب الحرب، هذا هو الواقع منذ 28 الأول 2023، أي في اليوم التالي لطوفان الأقصى. وإلا ماذا تعني الأعداد المتزايدة يوما بعد يوم للشهداء والضحايا، فضلا عن مشاهد الخراب والدمار ليس فقط في البلدات والقرى الحدودية بل في عدد كبير من المناطق اللبنانية الأخرى. أما المساعي الدولية ولا سيما الأمريكية، فجل ما تسعى إليه اليوم هو منع توسيع المعارك أو تمددها، لا وقف العمليات العسكرية وولوج باب الحل. وإذا كانت الجولة الأخيرة لآموس هوكشتاين لم تفضي إلى النتائج المرجوة، فالأبواب مشرعة راهنا لمحاولة يقوم بها أنتوني بلينكين، عسى أن تلقى الصدى المطلوب لدى الجانب الإسرائيلي الذي يحول حتى الآن دون الهدنة في غزة، وتاليا دون التهدئة في الجنوب. وفيما لبنان في قلب الحرب، كل ملفاته الداخلية باتت مربوطة عمليا بسير المعركة من حيث يرضى اللبنانيون أو يرفضون، فالرئاسة فارغة في انتظار الحرب، وكذلك انتظام العمل في المؤسسات السياسية والإدارية وإطلاق مسار النهوض من الأزمة التي تكاد تبلغ من العمر 5 سنوات. أزمة أضيف إليها في الساعات الأخيرة توتر لبناني قبرصي بعد رد فعل نيكوسيا إثر المواقف الأخيرة التي أدلى بها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، والتي حذر فيها الجزيرة من مساعدة إسرائيل. قبرص توقف التأشيرات عن اللبنانيين، فهل هذا إجراء إداري أم رسالة لحزب الله؟ ووزير الخارجية عبد الله أبو حبيب يدخل على خط التهدئة. استفاق اللبنانيون اليوم على خبر مفاده تعليق السفارة القبرصية استقبال طلبات التأشيرات والتصديقات للبنانيين، حيث أعلنت السفارة القبرصية في وقت متأخر ليل أمس على منصة إكس أن القنصلية لن تستقبل أي طلبات تأشيرة أو تصديقات اليوم الخميس، إلى أنه يمكن استلام جوازات السفر والتصديقات السابقة. يأتي ذلك بالتزامن مع التحذيرات التي أطلقها السيد نصر الله في خطابه يوم أمس إلى قبرص في حال قررت الاستمرار بفتح مطاراتها وقواعدها العسكرية لإسرائيل، مما سيدفع المقاومة إلى التصرف مع قبرص على أنها جزء من الحرب. هذا التصريح استدعى ردا من الرئيس القبرصي الذي وصف كلام نصر الله بغير اللطيف وبأنه لا يعكس الواقع، مشددا على أن قبرص غير منخرطة في الصراع وهي لا تنحاز لأي طرف بل هي جزء من الحل. كما وأكد الرئيس القبرصي أن حكومته ستعالج القضية عبر القنوات الدبلوماسية. قبرص جزء من الحل وليست المشكلة. بلادي لعبت دورا اعترف به العالم العربي والمجتمع الدولي بأسره في فتح ممر بحري يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية من قبرص إلى غزة. إن جمهورية قبرص ليست متورطة بأي شكل من الأشكال في الحرب على غزة. بالإضافة إلى الرئيس القبرصي، أشار المتحدث باسم الحكومة القبرصية أن قبرص لن تمنح أي دولة الموافقة على إجراء عمليات عسكرية عبرها. وفي السياق نفسه قال المتحدث الأوروبي أن قبرص عضو في الاتحاد الأوروبي وأي تهديد لها سيكون لكل الأعضاء.
بالموازاة، دخل وزير الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب على خط التهدئة وعدم تدحرج الأمور نحو الأسوأ، حيث أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أن العلاقات اللبنانية القبرصية تستند إلى تاريخ حافل من التعاون الدبلوماسي، وأن التواصل والتشاور الثنائي قائم وبوتيرة مستمرة ودائمة على أعلى المستويات بين البلدين بهدف التباحث في القضايا ذات المصالح المشتركة. كما أجرى أبو حبيب اتصالا بنظيره القبرصي وأعرب له عن تعويل لبنان الدائم على الدور الإيجابي الذي تلعبه قبرص في دعم الاستقرار في المنطقة. بدوره شدد الوزير القبرصي على مضمون البيان الصادر عن رئيس جمهورية قبرص يوم أمس، كما أوضح أن قرار إقفال السفارة القبرصية أبوابها ليوم واحد كان محددا مسبقا لأسباب إدارية تتعلق بنظام التأشيرات، وهي ستعاود العمل كالمعتاد بدءا من الغد. كلام وزير الخارجية القبرصي رغم أهميته إلا أن سؤالا يطرح نفسه، فبحسب معلومات الأو تي في قامت السفارة القبرصية منذ حوالي الأسبوعين بإعادة برمجة نظام التأشيرات، فلماذا التوقف مجددا دون تبليغ المواطنين مسبقا، خاصة في ظل تزامن هذا التوقف مع كلام نصر الله أمس؟ إذن حادثة تعليق السفارة التأشيرات في حال كانت رسالة أم لا؟ إلا أن الأكيد أن كلام نصر الله لم يمر مرور الكرام في قبرص. أوكشتاين حمل سلبيات متبادلة إسرائيلية لبنانية من دون أن ينعى محاولات التهدئة، فماذا في جعبة الأخير خلال المرحلة المقبلة؟ التفاصيل في تقرير حسين شحاته. إلى جانب الجبهة الجنوبية المندلعة أحداثها منذ قرابة 8 أشهر، تدير المقاومة جبهة دبلوماسية دخلت آخر فصولها مع الزيارة الأخيرة للمبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين إلى بيروت. مصادر حزب الله أكدت في السياق أن هوكشتاين لم يحمل رسالة تهديد بالمباشر، بل مارس بعض الضغوط من أجل إيقاف الجبهة الجنوبية بأي ثمن وعدم ربطها بالحرب الدائرة في غزة، مشيرة إلى أن جميع الأهداف المرصودة من الهدهد ستدمر في حال أخطأ العدو الحسابات. انطلاقا من هنا، بدا واضحا أن الجميع متفق على أن زيارة هوكشتاين هدفها واحد وهو فصل الساحات. يعني زيارة هوكشتاين أكيد حملت تهديد إلى اللبنانيين أنه بإمكانية توسع الحرب في حال لم تتوقف النار من لبنان على شمال فلسطين المحتلة، ولكن الأكيد أنه كمان إجا هوكشتاين أنه بضرورة إعادة الأسرى الإسرائيليين لتتوقف النار في غزة، وعلى أساسه تتوقف النار في لبنان، ويجب أن تتوقف النار في لبنان قبل توقف النار في غزة وإعادة الأسرى. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل في فرض فصل الساحات وليس وحدة الساحات، هدف أمريكي إسرائيلي استراتيجي بالشرق الأوسط. وأتى أكيد المبعوث الأمريكي بطلب لتهدئة الحرب أو على الأقل تهدئة الجبهة وما تضل على سخونتها. بحسب الهابر، كان رد الدولة اللبنانية بضرورة تطبيق 1701، بينما رد المقاومة أتى بداية عبر ما نشره الإعلام الحربي ومن ثم عبر ما أكده أمين عام حزب الله في اليوم التالي. هوكشتاين عاد يعني بجواب سلبي جدا، انه ولو لم ياتي على لسان المسؤولين اللبنانيين اتى على لسان امين عام حزب الله، والجانب الاسرائيلي كمان رد فورا انه كانه قالنا انه خطه الهجوم او امر العمليات صار موجود والجيش الاسرائيلي جاهز لضرب لبنان، علما انه علمت من مراجع امبارح انه التشكيلات الايطاليه الاسرائيليه على الحدود لا تزال تشكيلات دفاعيه ولم ترتقي لتصبح تشكيلات هجوميه. بحسب ما يؤكد الهابر، فان الحرب الحاليه هي حرب استنزاف طويله، ليبقى الرهان على تراجع نتنياهو عن اي مغامره مجنونه. بالتزامن، أكد رئيس التيار الوطني الحر أن جبران باسيل أن التيار يعمل على إبعاد الحرب عن لبنان وتحييده عنها. وأكد باسيل أن السبب في هذه الأوضاع الأمنية ليس وجود حزب الله في لبنان، بل وجود إسرائيل التي زرعت رغما عن اللبنانيين والفلسطينيين في الأرض التي ولد فيها المسيح، وهي تفعل ما هو عكس تعاليمه. كلام باسيل أتى في خلال عشاء نظمته لجنة المرأة في هيئة قضاء كسروان. نحن بهيدا الوضع أول شيء تنحكي بالمنطق وبموضوعية. نحن بهيدا وضع الحرب مش لأنه في حزب الله بلبنان،
لأنه في إسرائيل انزرعت غصب عنا وغصب عن أهل فلسطين بلبنان، وانزرعت وين؟ بالأرض يلي طلع منها المسيح. وكل شيء عملته هو بعكس تعاليم المسيح، كل شيء، قتل وغطرسة ودم، كل شيء تعلمناه مفهوم السلام والمحبة نحن بتربيتنا المسيحية شفنا عكسه عم تعملوا إسرائيل. وعشنا من 75 سنة بهيدي المنطقة بحروب، لأنه في إسرائيل ما عندها مشروع إلا تتوسع عن عبر القوة وتمارس هيدي الطريقة. مشان هيك لما بدنا نحكي عن حرب جاية تنكون موضوعيين بدنا نفكر بإسرائيل، لأنه هي اللي بتعمل الحرب، واليوم هي يلي عم بتهدد وتتوعد، يلي شايفين إذا في حدا يعني مش شايف شو عم بصير بغزة وشو يعني إسرائيل، كيف بتقتل أولاد وأطفال ونساء، كيف بتهدم، معناتها ما منشوف أو ما بدنا نشوف. بس هيدا كمان هيدي الحقيقة الواضحة يلي بتخلي إسرائيل قبل ما يكون في حزب الله تعمل كذا اجتياح للبنان وتحتل لبنان، وإجت المقاومة أو إجي حزب الله كردة فعل على الغطرسة الإسرائيلية اللي تمارسها عليهم. هلأ هيدا مش معناتها بحق له لحزب الله يتصرف مثل ما بده عنا كلنا سوا، بس هيدا حساب تاني وهيدا موضوع تاني، وبتعرفوا موقفنا منه ما فينا نكرره، أنه نحنا سعينا أن نبعد الحرب عن لبنان ونحيد لبنان عن الحرب، وهيدا شيء مشروع لنا. بس إذا وقعت الحرب ما عنا خيار، نحن منا شعب بيستسلم، وأكيد مش لإسرائيل، لأنه تخيلوا إذا تحكمت فينا إسرائيل شو بترجع بتعمل. إذا لا سمح الله وقعت الحرب نحن ما عنا خيار كتيار وطني حر وكلبنان وين بدنا نوقف وكيف بدنا نوقف تندافع عن وطننا. هيدا مش خيار شو ما كان رأينا بموقف حزب الله صح أو غلط وفتح الحرب أو ما فتح الحرب، أكيد بنعكسه بهيدا الشيء. بس لما إسرائيل بدها تعتدي علينا بصير في حكي تاني وبصير في موقف تاني. على صعيد رئاسي، التقى وفد من اللقاء الديمقراطي برئاسة النائب تيمور جملاط رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وعقب اللقاء أكد النائب السابق غازي العريضي أن وجهات النظر كانت على توافق تام، وأضاف العريضي عندما يقول الرئيس بري بوضوح أنه لا يستهدف أي طرف هذا يعني أنه لا يريد أن يفرض أي شيء على أحد، ولسنا على قطيعة مع أي جهة. لم نتوصل في هذه المرحلة إلى نتائج إيجابية كما كنا نأمل، لكن التحرك لن يتوقف، إذ لا خيار أمامنا كلبنانيين إلا بالتشاور بين بعضنا البعض لنصل إلى النتيجة المرجوة، أخذين بعين الاعتبار الواقع الداخلي الصعب المأزوم على كل المستويات وما يحذر منه كثيرون من زوال الكيان اللبناني، وأيضا ما يجري في المنطقة وتداعيات السلبية التي يمكن أن تصل إلينا. لذلك الدعوة بالنسبة إلينا هي، ونحن سنكمل تحركنا مجددا بنفس طويل بصبر. هذا هو خيار الحزب الأساسي وهذا هو التوجه الذي نستند إليه، والتجارب كما سبق وذكرنا أكثر من مرة خضنا كل التجارب وكنا نذهب دائما إلى اتفاقات، نأمل أن تنتهي المسألة بهذا الشكل في أقرب وقت ممكن. عندما يقول الرئيس بري بوضوح أنه لا يستهدف طرفا أو فريقا ولا يذهب إلى قطيعة مع أي طرف، وأن ما ينطبق عليه بما يمثل مع الثنائي ينطبق على الطرف الآخر، هذا بحد ذاته موقف واضح ومحدد بأنه لا يريد أن يفرض شيئا. الآلية التي شرحها أكثر من مرة عندما قال نذهب إلى الحوار خلال فترة زمنية معينة محددة لنخرج بنتيجتها برئيس، وهذا التزام سواء اتفقنا على مرشح
خير بركة، لم نتفق على مرشح، يكون لدينا 3-4 أسماء نذهب إلى اختيار أحد من هذه الأسماء. أعتقد أن الطريق واضح، الغاية واضحة، الهدف واضح محدد بمدة زمنية معينة، هذا بحد ذاته يسهل الأمور كثيرا. علينا أن نتفاعل نحن مع بعضنا البعض، مع الرئيس بري، لنسهل هذا الطريق. الموفد الفرنسي الذي التقى الجميع، وأعود وأذكر هنا، هو الذي طلب مساعدتنا وقال بوضوح أين هي العقدة، أعلن الموفد الفرنسي والجميع يعلم ذلك. مع ذلك نحن نقول إذا كان ثمة عقد لدى فريق معين وكان لدينا رأي آخر بطبيعة الحال وشرحناه مع كل القوى السياسية، نحن سنستمر بالتواصل، نحن لسنا على قطيعة مع أحد بهذا الأمر، نتوافق مع دولة الرئيس بالتأكيد، والجهود تكمل بعضها من أجل الوصول إلى الهدف المنشود. وفي بكركي استقبل البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطله والمستشار السياسي لرئيس التيار الوطني الحر أنطوان قسطنطين. عقب اللقاء أشار عطله إلى أنه وضع الراعي في أجواء الجولة التي قام بها رئيس التيار على جميع القوى السياسية، مؤكدا الانفتاح على الجميع على الرغم من أن بعض القوى لديها بعض التساؤلات عن ضمانات معينة. وفي بكركي أيضا النائب سليم الصايغ ووفد من المجلس الإسلامي العلوي برئاسة رئيس المجلس الشيخ علي قدورة. الجولة اللي قام فيها رئيس التيار الوطني الحر على كل القوى السياسية والكتل والأحزاب، وكانت هيدي الكتلة الجولة متراوحة نتيجتها بين ناس مرحبة بهيدا التشاور وناس عندها تساؤلات على هيدا الموضوع. على كل حال نحن اللي صار بهيدا الملف او بهيدي الجوله حيتابع التيار الوطني الحر بشخص رئيسه ونوابه ويعني وقياداته من فتحة على التعاطي مع كل القوى السياسيه. في البعض عندهم بعض التساؤلات خليني اقول، او بحاجه ل يستوضحوا عن ماهيه الضمانات اللي مطروحه لحتى نقدر نروح على جلسات بدورات متتالية ونصاب، ما يعني حدا يفرط نصاب الجلسات اللي فيها انتخاب ب65. هيدي ضمانات موجودة على لسان رئيس المجلس، نحن نتعاطى معها بجدية لأنه منفترض أنه هو حكيها معنا وملتزم فيها مثل ما أنه عم بيقول. للقوى السياسية اللي هي عم بتقول أنه ما بدها هيدا التشاور لأنه ممكن يشكل سابقة، أيضا هيدا الموضوع انحكى مع رئيس المجلس اللي كان عم بيقول أنه أنا ماني متمسك بصيغة أو بشكل محدد لهيدا الحوار أو هيدا التشاور، مستعد نلاقي صيغة مشتركة. أيضا الشيء الأساسي بالنسبة له أنه نقدر ننجح لحتى نتخطى هالمرحلة اللي نحن فيها. نحن اليوم بظل الضمانات الموجودة بنعتبر حالنا حققنا تقدم كتير كبير. إذا حدا عنده خطة بديلة أو عنده طريقة شغل تانية، نحن مستعدين نلتقي حولها ونتحاور حولها إذا بتوصلنا لهيدي النتيجة تحت ننتخب رئيس. امبارح كمان عبرنا لهبطه عن رفضنا القاطع لاستعمال لبنان منصة لمشاريع غير لبنانية، إن كانت منصات صواريخ أو إن كانت منصات كلامية. اليوم كأنه بعد في عنا علاقات مع شي دولة بالعالم، عنا علاقات جيدة لسيما مع الاتحاد الأوروبي اللي هو الجار الغربي الأقرب إلى لبنان، لسيما قبرص. السيد حسن نصر الله عم يحكي وكأنه رئيس الجمهورية اللبنانية، كأنه معه وكالة من الشعب اللبناني، وكأنه هو اللي بده يتحكم ليس فقط بانتخاب رئاسة الجمهورية بلبنان، إنما كمان بده يتحكم بعلاقات لبنان الخارجية وبموقع لبنان الدولي. هذا الأمر مرفوض تماما. فاصل أول ونعود. أهلا بكم من جديد. المعهد الثقافي الفرنسي يحتفل بعيد الموسيقى في عادة سنوية، ومبادرة دائمة للتشديد على دور لبنان الريادي في المجالات الفنية والثقافية. وللوقوف عند تفاصيل الاحتفال لهذا العام ينضم إلينا الزميل جاد جابر. جاد مساء الخير، شو تفاصيل السنة الاحتفال الأجواء من عندك؟ تفضل.
مساء الخير نطالي لك ولمشاهدي شاشة الأو تي في. نحن موجودين حاليا بستيشن بيروت بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للموسيقى يلي عم بنظمه المركز الفرنسي بلبنان وعدة شركاء. هيدا الاحتفال يلي انطلق سنة 1982 وهو ليس مهرجان موسيقي فقط بل هو مساحة للقاء ثقافات. للمزيد من التفاصيل حول هيدا الانهار والاحتفال يلي عم يبرم شمال من شمال لبنان لجنوبه رح تنضم لنا ماريان سلوم المسؤولة الإعلامية بالمركز الثقافي الفرنسي. ماريان بونسوار جاد ماريال كيفك؟ شو بتخبرينا عن هيدا الانهار وكيف انطلق لوين واصلين؟ هلا هو عيد الموسيقى هو مبادرة فرنسية انطلقت من 43 سنة بفرنسا من قبل الوزير جاك لونغ تتصير موعد سنوي بيحتفل فيه أكثر من 150 بلد. المبدأ كان أنه يكونوا على الطريق ويتنقلوا من سنة لسنة تاني. وهلأ بلبنان نحن للسنة 24 عم نحتفل فيه من قبل المركز يعني منظمة من قبل المركز الفرنسي بلبنان مثل ما هلأ حضرتك تفضلت وقلت. واليوم بستيشن بيروت عنا انفيتي دونور لغروب فرنسي ديل غريس بغني بلوز كاريبيان سي فريمان هيبر بو. بدعي كل الناس وراء التلفزيون اللي يقدروا يتحركوا ويظهروا من البيوت ويجوا يشاركوا بهالكونسير اللي غراتوي مجاني لكل العالم. بكره كمان رح يكونوا بستيريو كواليس بطرابلس ورح تكفي عيد الموسيقى. نحن بلشنا عبر كل المناطق يعني عندنا مراكز ثقافيه بكل المناطق بلبنان بعده مناطق من شمال لجنوب للبقاع. دونك بلشنا ويكند الماضي ببيبلوس بجونيي بعده مناطق وهلا مكفيين بكره بطرابلس باهدن وبالويكند كمان بدير القمر وبصيدا. دونك انا بدعي كل الناس يقدروا يشوفوا البروغرام كومبلي على www.institutiftreliban.com انستيتو فرانسي دو ليبان على الويب سايت تبعنا. قديش مهمين هالاحتفالات بظل الظروف اللي عم نعيشها؟ اكيد مهمين لانه نحن بنحب انه البلد يعيش والموسيقى هي لغه عالميه يعني هي لغه السلام ولغه التبادل ولغه يعني هي مساحه من التنفس يعني ليقدروا الناس عن جد يغيروا اجواء ويحتفلوا بالرغم من كل يلي عم بيصير. وشو بتدعي اللبنانيين خاصه انه يجوا على هالايفنتات وشو بتدعي اللبنانيين اللي موجودين برا لبنان كمان؟ اكيد بدعيهم يجوا ويكونوا اكيد موجودين معنا بهالبلد لانه هيدا بلد حلو يعني بالرغم من كل شيء عم بيصير البلد بيستاهل اللبنانيين يرجعوا يشوفوه ويرجعوا يعيشوا فيه. ميرسي ماريال. اذا نطالي هيدي كانت الرساله لكل اللبنانيين واللبنانيين الموجودين بلبنان واللبنانيين الموجودين برا انه الصيفيه حلوه لبنان حلوه بلبنان. لبنان بانتظاركم. اهلا وسهلا فيكم بلبنان. شكرا لك على كل هذه التفاصيل الزميل جاد جابر. مشاهدينا فاصل جديد ونعود. حال الطقس مع بولين. مساء الخير. عم يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تدريجياً بكتل هوائية حارة نسبياً مصدرها شبه الجزيرة العربية. تتخطى درجات الحرارة معدلاتها خاصة بالمناطق الداخلية بحدود 9 درجات. جونا لبكرة غائم جزئياً ودرجات الحرارة عم تتسجل على الشكل التالي. بنبدأ من الشمال عكار عم تسجل 31 درجة، طرابلس 29، العاصمة بيروت 31 درجة وصور 30 درجة. ننتقل لبعلبك 35، اللقلوق 21، زحلة 33 درجة وجزين 30 درجة. نسبة الرطوبة ساحلا بتوصل لل 80%. الرياح السطحية شمالية غربية سرعتها عم تتراوح بين 35 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمنخفض ارتفاع الموج. خلينا نشوف تفاصيل الأيام الجاية. لنهار الجمعة جونا غائم جزئيا مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل وضباب كثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة، مع درجات حرارة مرتفعة نسبيا وعم بتسجل ساحلا 31 درجة. لنهار السبت الأحد والتنين جونا بيتابع قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وبالداخل، إنما بتبقى مرتفعة نسبيا دون تعديل يذكر على الساحل، مترافقة مع نسبة رطوبة مرتفعة والريح عم بتكون ناشطة خاصة بالمناطق الشمالية والجنوبية. درجات الحرارة على الساحل بتسجل لنهار السبت 29 درجة، لنهار الأحد 30، لنهار التنين 31 درجة. هيدي كانت أخبار الطقس للنشرة المسائية. بلاقيكم بكرة تصبحوا على خير.
وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة. للمزيد تابعونا عبر otv.com.lb وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.